تداول السادة الوزراء في العديد من المقترحات لمزيد تفعيل الإجراءات الضرورية للخروج من الوضع الراهن نعيشه واستيعاب تداعيات عملية اغتيال الشهيد محمد الوراهمي رحمه الله الأوضاع في بلادنا. وانتهى المجلس إلى مزيد الحوار من أجل مع بقية مكونات السلطة في بلادنا، والأخ رئيس الحكومة الآن اتجه إلى قصر قرطاج لحضور اجتماع للمجلس الأمن القومي والاجتماع مع السيد رئيس الجمهورية على أن يتوجه بكلمة إن شاء الله إلى الشعب التونسي عبركم وعبر كل وسائل الإعلام الوطنية والدولية على الساعة 5 بعد الزوال. فموعدنا إن شاء الله للاستماع للسيد رئيس الحكومة لعرض حول الأوضاع في البلاد وحول القرارات التي اتخذت والمقترحات التي سيعرضها السيد رئيس الحكومة على الجميع من أجل تطوير أوضاع بلادنا ومن أجل ضمان كما قلت استمرار مؤسسات الدولة ووحدتها وضمان معناها حماية أرواح الناس وأعراضهم وأملاكهم وضمان مزيد الانخراط في مسيرة تحقيق أهداف ثورتنا المباركة وإنجاز مرحلة الانتقال الديمقراطي في أسرع الأوقات. وشكراً.